الإبداع. إذن ما المقصود بالإبداع؟ بدعه بدعا أنشأه على غير مثال سابق فهو بديع. الله بديع السماوات والأرض. الإبداع في الفلسفة إيجاد الشيء من عدم، فهو أخص من الخلق. البدع الأمر الذي يفعل أولا. قل ما كنت بدعا من الرسل في التنزيل. الإبداع قدرة على التخيل السريع لمختلف الحلول الأدبية أو الحلول الأصيلة. الإبداع هو القدرة على إنتاج شيء جديد. الإبداع عبارة عن الوحدة المتكاملة لمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي تؤدي إلى تحقيق إنتاج جديد وأصيل وذي قيمة. الإبداع يمثل القدرة على التخيل واختراع شيء جديد. الإبداع طريقة أو نهج من أجل تطوير الأفكار والوصول إلى الحلول، وذلك عن طريق تحليل أو تنقيح ما يقومون به من أعمال وإيجاد البدائل الفضلة.